الاقلاع مالتها خفيف. اتصور الكندنسر، خلينا نفتح ونبدل. طبعا شغلنا، خلينا نشوف راح يشتغل لو لا. ما اشتغل، قاعد يعني تفتر بطيء، تفتر بطيء. طبعا هو هذا هسه نبدله، بس ديروا بالكم هذا مرات بي كهرباء تصير طاقه كلش عاليه. شلون راح نسوي؟ نفلته شوي شوي زين، وبعدين نطبق نجيب الدرنفيس. هو بعد ما نفلته اخليه هيك حتى اذا بي طاقه تطلع تصير بي شورت، ولا شوف شنو يصير زين. لان هذا مرات تنحبس بي الطاقه، نفتحه ونشوف. بس ديروا بالكم هذا مرات تصير بي كهرباء هواي عاليه. وطبعا بعد ما فلتنا نخلي هاي هيك يا سمح الله، وما نحاول ما نكبه لحد ما نتأكد من عنده. طبعا فتحته هسه اروح اشوف. شفته بامازون تبلش اسعاره 8 18 حتى 30 دولار. خلينا نشوف هنا جماعتنا ايش يبيعوه. طبعا سديته هنا زين، لان اعرف ايلان. سديت هذا اللاكج وقلبه، طفي الكهرباء لان اعرف ايلان يبحوش بكل شيء، ودخلته جوا. طبعا جيت هنا فحص لي اياه الحلو، قال لي خربان. هسه راح يجاب لي واحد ثاني. بس الغلط اللي سويته من شلت الوايرات زين ما صورته هيك، لازم اصوره هيك. المهم راح يقول لي شلون اخليه. طبعا جيت اشتريته من امازون، يطول 4 دايز. اوكي هير يو كان جيت ات رايت اواي. طبعا تشتري بنفس الوقت وتروح تركبه. شرح لي شلون راح اركبه هنا. أنا طبعا اوكي هاي مال الفان مكتوب عليه، هو هسه اروح ونشوف. الله يعين. طبعا اشتريته الحمد لله 33 دولار صار. هسه نروح نركبه من هذا المكان، يعني اذا طلبه من امازون 4 ايام. نسوي هسه anyway الجو قاعد يتغير. اوكي حبايبنا، طبعا انا لازم اطلع هيك واصور، بس هو شرح لي اياها. هذا القهوائي قال لي تشوفه صاعد للمروحه زين. اوكي الكمبرسر نازل على الكمبرسر، والكامنت مالت المغذي هذا الاحمر زين. هنا اوكي مكتوب عليهم. اوكي نجي اول شيء نركب الفان، خلينا الفان. اوكي بعدين نجي هذا الكامنت اللي داخل على البيت. اوكي هاي وحده، وهذا لا سوري، هذا الفان، هذا الكمبرسر سوري، انا ما اشوف. شوفي هذا الكمبرسر. اوكي وين هذا فلت الثاني، وهذا الـ الـ الفان وعد منه هيك بالقوه زين، وهذا الكامل اللي داخل على البيت زين. هسه هيجي خلصنا. ها أه. اوكي مساعد وين البراغي، وين الدرنفيسات، وين التشواكيج. طبعا نفس الوقت جبت زيت مال سيارات احسن من الدبليو 40، خليته لان كان شوي كاظه منه، نخلينا لها زيت سيارات احسن. طبعا شغلناه هسه راح يشتغل، سياخذ وقت لان من التليفون. نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ما شاء الله اشتغل. طبعا اسمه كاباسيتر، احنا نسميه ما ادري والله. المهم الشغله مو هنا، انا هذا مو شغلي، بس تعلمت زين وسويته، كلفني 33 دولار. اذا تجيب لك واحد راح ايش قد ياخذ من عندك، ومين قصه وقصه. المهم الحمد لله صلحنا، وان شاء الله هو هذا يطلع، لان هو هذا اللي خربان. حتى من رحت فحص لي اياه قال لي هو هذا الخربان. تحياتي لكم، وفرنا طن فلوس، مو طن بس وفرنا. هي هاي تعلموها، اكو شغلات بسيطه توفر بيها.